خير نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان. العناوين. صباح الخير. ستي ستي بريء من ستي وستي مكرر. الثورة تعود السبت. التعديل الوزاري فكرة لم تلقى الاحتضان السياسي. البزنس الحكومي مزدهر بعد سلعاتة تقاسم حزبي لألفا وتاتش. مجلس وزراء من دون تعيينات ومن دون قيصر. دولار الصرافين أمس 4000 ليرة. ستي ستي بريء من ستي وستي مكرر. ستي ستي كي لا تتكرر، كي لا تتكرر الطائفية، كي لا تتكرر الدولة الفاشلة، كي لا تتكرر الصفقات، كي لا تتكرر السرقات، كي لا تتكرر الاحتلالات، كي لا يتكرر المحاضرون عن العفة، كي لا يتكرر المأجورون مقدمو الخدمات، كي لا يتكرر تأبيد الزعمات وتأييد قطيع الأصوات للزعماء يوم الانتخابات. ستي ستي كي لا يتكرر المسؤولون الناهبون يفتشون عن الأموال المنهوبة والناهبون معروفون هم بالتأكيد الحاكمون لا المحكومون الجالسون على الكراسي لا الغارقون في المآسي. ستي ستي كي لا يتكرر مشهد قتلوا لبنان ومشوا بجنازته. ستي ستي قرار لا خيار. ستي ستي فعل إيمان جديد بلبنان، نداء للبنان فلبوا النداء. إذن السبت في السادس من حزيران تعود الثورة إلى ساحتها إلى شارعها. احترمت صحة الناس فاعتقدت السلطة للحظة أن الثورة ماتت ووضع حجر على قبرها، فحان الوقت أن تعود إلى ناسها الذين وثقوا بها. السبت 6 حزيران في وسط بيروت اعتبارا من الثالثة بعد الظهر، والدعوة عامة. وإذا كان ستي ستي موعده في الشارع السبت، فأن ستي وستي مكرر سيكون موعده الجديد في قطاع الاتصالات الذي يقول أخي العزيز لقطاع الكهرباء. وبعد انضمام سلعات المسيحية إلى الزهراني الشيعية ودير عمار السنية، جاءت محاصصة شركتي الخلوي مارونية شيعية ألفا للتيار الوطني، ومجلس الإدارة سيكون برئاسة رفيق حداد وتاتش لأمل، والمجلس برئاسة علي ياسين. والخلاف على أعضاء مجلس الإدارة جعل وزير الاتصالات طلال حواط يقترح توسيع سعة مجلس إدارة كل شركة من 3 إلى 5 أعضاء. في السياسة فكرة التعديل الوزاري لم تكن مزحة، لم تكن اختبارا أو جس نبض، لم تكن تهديدا وابتزازا، كانت مشروعا جديا اصطدم بمواقف غير سهلة، لم تكن بالحسبان وكادت أن تخلق ردة فعل غير محسوبة من خلال إعادة تكوين تحالفات جديدة. جلسة عادية لمجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدة قد تتحول إلى ساخنة في حال طرح قانون قيصر الأمريكي على مجلس الوزراء، وهذا مستبعد، وذلك لتحديد الموقف اللبناني بما لا يغضب الولايات المتحدة ولا يؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد، وأيضا بما لا يسيء إلى العلاقات مع سوريا، وسط رفض الثنائي الشيعي تقديم الحكومة هدية لواشنطن ولو بالحد الأدنى من الموقف المقبول. وكما صار معروفا غابت التعيينات الإدارية والمالية عن الجلسة لاستمرار الخلاف على الأسماء وتوزيعها حصصيا. وقبل الجلسة يجتمع المجلس الأعلى للدفاع الذي سيبحث في الإجراءات الاستباقية لتحرك الشارع يوم السبت المقبل، إضافة إلى رفع توصية لمجلس الوزراء بتمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين. في السياق كورونا مضبوطة إلى الآن، والإصابات بلغت أمس 14، ما رفع العدد التراكمي إلى 1256 حالة.
اليوم الثاني لعودة عمل الصرافين يبدأ بعد قليل بإعلان النقابة صباح اليوم عن سعر شراء وبيع الدولار المعدل يوميا وصولا بشكل متدرج وفي خلال أسبوعين كحد أقصى إلى السعر المحدد ب 3200 ليرة. السعر كان أمس لدى الصرافين 3950 ليرة شراء و 4000 مبيع. النقيب محمود المراد كان قد تحدث أمس لصوت لبنان. حددنا سعر الصرف اللي هو رح يكون إلى نزول يومي، رح ننزل سعر الصرف إلى 3950 شراء 4000 تحت أقصى مبيع. هيدي الأسعار رح تكون يومية عن طريق النقابة، بده يكون في إلى تنزيلة. أكيد الصراف رح يتبعوا السعر اللي رح ينزل عن طريق النقابة، والتزام رح يكون حازم من قبل وزارة الداخلية رح تواكب الأسعار اللي هي رح ننزلها نحن. وسعر الصرف اليوم تحدد ب 30 ليرة أقل، 3920 3970. ومعي مباشرة المديرة العامة لوزارة الاقتصاد السيدة عليا عباس. صباح خير. صباح النور. بس نصلح المديرة العامة السابقة نعم، بس نعم. تركتي بصمات دائمة. برأيك هلأ كمان من في ضوء خبرتك السابقة ومتابعتك لا تزال للموضوع، بعد دخول الصرافين على الخط ضمن ضوابط جديدة، برأيك هل يمكن أن نتوقع ضبط في الأسعار؟ وزير الاقتصاد امبارح كان عم بيقلنا أنه راح تشوفوا بالأيام القليلة المقبلة تراجع في أسعار المواد الأساسية. يعطيك العافية. بالأول طبيعي لما بينزل سعر الصرف هون دورنا رح يكون أهم، لأنه كمان مثل لما هالتاجر لما عم يطلع سعر الصرف عم يقول إنه أنا رح أحافظ على رسميري، لازم علي أسعاري لأنه بدي أعمل ريبليسمنت للطاقة. بفتكر لما ببلش الدولة بتتدخل بتخفيض سعر الصرف وقادر هلا في 30 سلعة نحطه لينبعمه بطريقة أو بأخرى، يعني فينا نقول دعم إنه يتأمن له الدولار على 3200 ليرة، طبيعي لازم تنزل الأسعار لأنه اليوم السلع اللي عنده رح يشتريها بأرخص وبالتالي لازم يبيعنا إياها بأرخص. فأنا بتوقع العدل والحق بيقول إنه خلال الأيام المقبلة مينيموم هالتلاتين سلعة الأساسية لازم تنزل 25% مينيموم. كان عندك مطالبة أساسية طوال كل فترة توليكي إنه يكون القضاء أسرع وتكون محاضر الضبط يعني نافذة فورا. طبعا. يعني برأيك شو؟ نعم، لأنه رح أقول لك اليوم نحن كنا كثير منصفين، لما كنت أنا بالوزارة كنا كثير منصفين وعادلين بالرقابة، لما كان سعر الصرف عم يطلع كنا عم ناخذ هالشيء بعين الاعتبار، فكمان على التجار إنه ياخذوا بعين الاعتبار إنه عم ينزل سعر الصرف، وبالتالي حتى البضاعة والستوك اللي عندهم كانوا يقولوا إنه أنا اليوم إذا باتوا على رخيص بدي أروح أشتري غيره على الغالي، ما فيني أشتري نفس الكمية. فهذا القاعدة بتتبع أسبوع منظور مش بس أسبوع، يعني لما بيطبقها لما بيطلع السعر كمان بيطبقها لما بينزل السعر. اليوم اذا انا عندي سلعه وقادره اشتريها بارخص فانا قادره اشتري كميه اكبر وبالتالي لازم انزل لها سعرها. فانا عم اقول المينيموم لازم ينزل 25 ل 30% هال 30 سلعه اللي هن تقرر انه يتأمنهم دولار ليستورد ب 3200 ليره، لانه كانت الاسعار عم تنخفض على فوق ال 4400. يمكن في ناس كانت عم تساعد لانه عم تطلع لقدام انه الدولار عم يطلع سعره على 5000 دولار مش بس على 4000. لانه كانوا ناطرين انه يمكن بده يطلع اكثر واكثر، بتعرف على طول بياخذوا احتياطاته. فالمفترض انا بعتبر ونحن انا اكيد انه هيك رح ينشغل، انه وزاره الاقتصاد هلا دوره اهم وانه تكون جاهزه بهذا الموضوع ما ينمزح فيه، لانه المواطن هو الحلقه الاضعف مثل ما بقول على طول. يوم انعملت دعم ما انعمل للتاجر، انعمل للمواطن اللي ما بقى قادر يشتري سلعه الاساسيه. سؤال الأخير، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة مطروح يعني من فترة على جدول أعمال مجلس الوزراء ويرحل مع غيره من التعيينات الإدارية، هل قد الخلاف قائم؟ ما في خلاف، يعني هذا اليوم مسألة تتعلق بالحكومة إنما تتعلق بالموظف اللي أنا أجيب عليها. ما بعرف، يمكن اليوم يكون في تعيينات، يمكن ما في، ما في. صراحة أنا ما فيني أقول، بس اليوم في مدير عام عم بيقوم بالمهام بالإنادة، عم بيقوم بالمهام على أكمل وجه، وإن شاء الله
بينتهي بالشخص المناسب بالمكان المناسب وبفتكر الفرح اللي كان مطروح منه عاطل ابدا. فبالتالي ان شاء الله الله يوفق كل العالم وان شاء الله اللي بيجي يكون قد المسؤوليه هذا اللي بتمناه. بدي اشكرك انا السيده علي عباس المديره العامه السابقه لوزاره الاقتصاد والتجاره. رد المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية على جهات سياسية وإعلامية تلجأ إلى الادعاء أن رئاسة الجمهورية تهيمن على صلاحيات مجلس الوزراء وتخالف الدستور وتحول نظام الحكم إلى حكم رئاسي. وجاء في الرد أن رئيس الجمهورية مصمم على ممارسة الصلاحيات الكاملة الداخلة في دائرة اختصاصه الدستوري لا أكثر ولا أقل، ويبدو أن هذا التصميم هو ما يزعج من يتلطى دائما خلف الطائف للانقضاض على صلاحيات رئيس الجمهورية. ووصف الكلام عن هيمنة بأنه افتراء هدفه تغطية ما كان يحصل سابقا من بطء في معالجة المواضيع. وسارع مصدر مسؤول في كتلة المستقبل إلى الرد على بيان بعبدة، فاستغرب أن تنبري دوائر القصر للدفاع عن مجلس الوزراء فيما تلزم دوائر رئاسة الحكومة الصمت، وقال إن مجرد قيام رئاسة الجمهورية بتبني موقف حزب التيار الوطني الحر الذي يقف على رأسه صهر الرئيس والالتفاف على قرار مجلس الوزراء في شأن محطات الكهرباء خلافا لرأي رئيس الحكومة وسائر الأحزاب الممثلة فيها، هو عنوان كبير للهيمنة. في ساحة النجم أقرت اللجان النيابية المشتركة معظم مواد قانون الإثراء غير المشروع باستثناء مسألة الحصانات الدستورية. النائب حسن فضل الله تحدث بعد الاجتماع. أخذنا التزام من بعض الكتل وهو مدون في المحضر أنه هن مستعدين أن يذهبوا لرفع كل الحصانات وليس فقط عن الوزراء، ونحن قلنا لهم جاهزين في قضايا المال العام لا ندير حصانة على أحد. وما بعتقد رح نوصل إلى نتيجة حاسمة إذا ما عدلنا بالنصوص التي لا تزال تعطي حصانات لفئة في السلطة اللبنانية. النائب محمد الحجار أعلن أن كتلة المستقبل طالبت في اللجان المشتركة أن ترفع كل الحصانات عن جميع السلطات الدستورية بدءا من رئيس الجمهورية إلى رئيس وأعضاء الحكومة والنواب والقضاة والأسلاك العسكرية والموظفين في كل ما له علاقة بالمال العام. مجلس المطارنة الموارنة أسف لعودة الخطاب السياسي إلى التشنج ورحب بقرار إقفال المعابر غير الشرعية. المطران أنطوان عوكر. يثمن الآباء الدفع الجديد في قرار الحكومة إقفال المعابر غير الشرعية على حدود لبنان الشرقية والشمالية، ويتمنون أن يكون هذا الإقفال ثابتاً وخاتماً للنسف الاقتصادي الذي زاد إلى حد كبير من معاناة الاقتصاد الوطني، فلا يعود ليخضع لضغوط تحول دون إحكام الجيش والقوى الأمنية إقفال منافذه في شكل نهائي وفعال. إشارة إلى أن البطريرك الراعي التقى بعد ظهر أمس النائب جبران باسيل الذي شرح للبطريرك أهمية بناء معمل سلعاتا وفوائده للمنطقة المسيحية. النائب جميل السيد انتقد المستوى الذي وصلت إليه النيابات العامة، كما انتقد التوقيفات التي وصفها بالفولكلورية، وحمل على ما أسماه الزياحات التي يقوم بها أفراد أمام منازل المسؤولين. منين له حق واحد بضيعة يجي لقدام بيتك يقول لك صفتك نعتك؟ مين هو هيدا؟ مين اللي خوله؟ مين عطاه شرعية تحكيك هيك؟ بتدعوسه، منا خايفين منكم ولا بسحيين منكم، الحاكمين البلد مش خايفين منهم، شو هالأكل الهوى هيدا؟ ما تلعبوا معنا. الثورة المضبوطة تتصرف مضبوط، الثورة الغلط اللي بيجي قدام بيت حدا أنا بقلكم من هلأ لو ما عندك حرس أنا مسؤول عن كلامي، أوصوا من الشباك إذا بنتك وابنك موجودين بالبيت وحكي كلمة برات الطريق بخصوصك ما قالوا حق يجي لعندك. ترأس رئيس الجمهورية أمس اجتماعا ضم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وشارك فيه رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزير الخارجية الدكتور نصيف حتي. مع الوزير صباح الخير. صباح الخير، أهلا. طبعا سؤالنا الوحيد حول لقاء بعبدة يوم أمس، هل أقنعت الحكومة اللبنانية رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، هل أقنعتم المجتمع الدولي بجدوى اليونيفيل وعدم تغيير قواعد الاشتباك؟ بالطبع نحن نجري اتصالات من فترة على مستوى وزارة الخارجية وعبر سفراتنا مع الدول الخمس الداعمة العضوية في مجلس الأمن، وأيضا مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن. البارحة فخامة الرئيس ومعه دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية
تم لقاء مع الدول الخمس دائمة الأضمية سفرائهم وممثل الأمم المتحدة. الموقف اللبناني واضح واضح جدا، نحن رحبنا دائما وتعاوننا ونؤكد التعاون الوثيق كسلطة للسلطات اللبنانية وأيضا على مستوى الجيش اللبناني مع اليونيفيل في جنوب لبنان. أكد فخامة الرئيس أكثر من مرة تمسكنا والتزامنا بالقرار قرار مجلس الأمن 1701 في كافة مندرجاته وبأهمية دور اليونيفيل في جنوب لبنان. في نقطتين أساسيتين نؤكد عليهم فخامة الرئيس ونؤكد عليهم دائما، وهو عدم جواز المساس بعديد القوى. أي تغيير في القوة نحو تخفيضها طبعا يشكل عوائق مستقبلية أمام مهامها في فترة جد حرجة وجد هامة، وأيضا يوجه رسالة سلبية من لو تم هذا الشيء، وأنا على قناعة أنه لن يتم، بس كان يجب أن نؤكد على هذا الأمر، كما لو أنه لا يوجد اهتمام دولي في هذا الدور. النقطة الأخيرة في التأكيد هو عدم المساس بمهام اليونيفيل، عدم محاولة تغيير أي من مهام اليونيفيل والاستمرار في هذه المهام، مع تأكيدنا على التعاون الوثيق القائم والمستمر بين الجيش اللبناني واليونيفيل، وأيضا مع تعاوننا مع مجلس الأمن لإنجاح هذه المهمة في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، اللي هو أساسا ذات أهمية قصوى لبنانية، ولكنه أيضا ذات أهمية للأمن والاستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. وعدم جواز الدخول إلى البيوت والأملاك الخاصة. بالطبع هناك قوانين تحكم الوضع في لبنان، وضع في لبنان طبعا لا يمكن أن تدخل إلى ممتلكات خاصة. هذا القانون اللبناني يحمي هذا الأمر، ولكن أبدينا أكثر من تأكيد على أهمية التعاون الوثيق مع اليونيفيل، ونحن أشدنا ونشيد دائما بدور اليونيفيل التي هي أنشئت عام 1978. نعم. ثم جرى تجديدها بعد ذلك في حفظ الأمن والسلم. والسفيرة الأمريكية تفهمت هذه النقطة؟ بالطبع تستمع وهناك أسئلة يطرحها الجميع، وتم الرد على هذه الأسئلة، ونحن في حوار مستمر بعد ذلك لنجيب على أي سؤال يطرح، مع تأكيدنا على هذين المبدأين اللي هم عدم جواز المس بعديد القوى، وأيضا بالطبع عدم جواز محاولة تغيير مهام. هنالك دعم دولي واسع أعلم ذلك من خلال اتصالاتنا الواسعة في الأمم المتحدة والعواصم الدول المعنية، الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ونحن ماضين في هذا الطريق. بدي أشكرك أنا معالي وزير الخارجية الدكتور نصيف حتي. إذن رئيس الجمهورية كان أبلغ سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن موقف لبنان من التمديد لليونيفيل سنة جديدة. ينص الدستور اللبناني على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول إليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة. أما بالنسبة إلى الحوادث المحدودة التي وقعت بين مجموعات من قوات اليونيفيل وعدد من المواطنين في بعض القرى، فإنها لا تعكس أي مناخ سلبي ضد قوات اليونيفيل، حيث تبقى نسبة هذه الحوادث ضئيلة جدا 0.03. رئيس الحكومة أكد بدوره تمسك لبنان بقواعد الاشتباك. إن لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان وفرض تطبيق القرار 1701 على إسرائيل. إن لبنان يتوقع أن يدرك المجتمع الدولي محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصا في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصاديا واجتماعيا وماليا. السفيرة الأمريكية دوروتي شاي حضت إلى على اتخاذ موقف النقد الذاتي ودعت إلى النظر إلى ما يحصل شمال الخط الأزرق، وعلقت بالقول: لا أعتقد أنه يمكننا القول إن التطبيق الكامل للقرار 1701 قد حصل، ولذا نحتاج إلى النظر في زيادة فعالية اليونيفيل إلى مداها الأقصى، وإذا لم تتمكن من تحقيق مهمتها كاملة فعلينا أن نطرح الأسئلة عما إذا كان عديدها الحالي هو الأفضل.
تحولت قضية توقيف الناشط ربيع زين إلى شرارة أعادت النشاط إلى شارع الثورة، وجرى قطع طرقات أمس في طرابلس واعتصامات في جبيل والمعملتين وساحة النجمي والرينج ومبنى المديرية العامة لأمن الدولة في الدكويني التي ألقى عناصرها القبض على الزين. معي مباشرة لنتحدث عن يوم السبت أي يوم التجمع في وسط بيروت، مع العميد المتقاعد سامي الرماح. صباح الخير عميد. أهلا، صباح النور. إنه السبت، هل يمكن القول إنه الثورة عادت وبشكل منتظم؟ لا، الثورة لم تتوقف أصلا، الثورة خفتت بسبب الكورونا بصراحة. يعني ما كان حدا عطي فرصة ولا ما كان حدا عم بيقول إنه الثورة وقفت، الثورة بسبب الكورونا خفت المشاركة، وصراحة التباعد الاجتماعي والخوف من الإصابة هذا شيء مؤثر كبير. هلق السبت نازلين الثوار يعبروا عن نفس المطالب اللي قامت عليها ثورة 13 تشرين، واللي معروفة طبعا. نحن عنا أجندة خاصة فينا نحن كثوار 13 تشرين أعلناها من أول يوم، اللي هي استعادة المال المنهوب، محاكمة الفاسدين، قرار استقلالية القضاء ورفع الحصانات، وقانون انتخابات عادل يعني يصحح التمثيل الحاصل حاليا. هذه الأجندة تبع ثوار 13 تشرين أو مينيموم نحن كمتقاعدين عسكريين. ومن هو الفرع في الثورة الذي رفع سلاح حزب الله ووضعه عنوان أيضا في تظاهرة يوم السبت؟ بصراحة أنا شخصيا بنية طيبة عم نقول نحن بدنا نشارك بهذه التظاهرة من شان المطالب الاجتماعية اللي رفعت الثورة. هلا من هو الطرف اللي رفع سلاح حزب الله وقال 15-50؟ هذا عملية بدها تحقيق كبير، لأنه بصراحة وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة ومتاحة لكل الناس، كل واحد بنزل لك بوست بدنا نسقط سلاح حزب الله وبدنا. أنا شخصيا ونحن كمتقاعدين عسكريين وكناس مشاركين بالثورة، نحن ثور، نحن صرنا مدنيين، نحن مع الثور، نحن بنقول يا جماعة يا إخوان ان نطالب بسلاح حزب الله الليلة قبل بكره، مع اسقاط الحكومه، مع اسقاط مجلس النواب، مع رفع الحصانات، مع استعادة الاموال المنهوبه ومحاكمه الفاسدين، كلهم اليوم قبل بكره. هذا الامر في مثل بالضيعه بيقول اللي بده يكبر الحجر بيكون ما بده يضرب فيه. يعني ما بعرف اذا عم وضح. يعني انت بدك تطالب بهو كلهم فرد ليلي قبل بكره الصبح والا خربين الدنيا. عريضه ال 500 شخصيه وناشط، هل تشكل دفع جديد لاعمال الثوره؟ طبعا، يعني العريضه اللي توقعت منذ يومين بتاكد انه هناك اجماع عام على مطالب الثوره. يعني هاي العريضه اللي توقعت ما قالت ولا حكت ولا تطرقت الى الموضوع اللي بخص ال 15-59 واللي هو مسار حوار داخلي وسلاح حزب الله. انا سامر عبر صوت لبنان بقول من يقول بان سلاح حزب الله يجب ان يبقى للابد، انا بعتقد بده سجن مؤبد. فيش ولا وطني بيقول هالكلام. حزب الله بيقول انا سلاحي مش للابد. الدولة عم تقول حزب الله، سلاح حزب الله هو رهن مفاوضات استراتيجية دفاعية بحيث انه يكون هذا السلاح ادى دوره والدولة مستفيدة من هذا السلاح او من دوره في حال بقي السلاح او انضم للدولة. انا كضابط هيك بحكي، وانا كشخص هيك بفهم، والدولة عم تقول هيك. الثورة، هذا سؤالي الأخير، حكمت على حكومة حسان دياب بأنها حكومة سياسية ومن ضمن الطاقم السياسي؟ طبعا يا سيدي، لما من اسبوعين صار شيء بالحكومه من شان التعيينات، بهدد احد الوزراء بسحب وزرائه. شو يعني شو معناتها؟ ما زال هي مستقله. طيب من هو هذا اللي هدد بسحب وزرائه وفريق اخر هدد بسحب وزرائه؟ الحكومه غير مستقله. كل الاحترام على المستوى الشخصي، انتبه، كل الاحترام للدكتور حسن دياب، الرجل العصامي المحترم النظيف اللي لم يشترك بالفساد. هذا الموضوع ممنوع حدا يحكي فيه. بس يا خيي، نحن قبل ما نطالب بتشليح سلاح حزب الله، في شغله بتطالب فيها انت وانا وبنتي وبنتك وخي وخيك، هي تمديد خط لك هالشغله البسيطه، تمديد صلاحيه خط الخلوي 6 أشهر. قلنا 6 أشهر بنطالب وسنتين، يا جماعه مددوا هالخط الخلوي 6 أشهر مشان ما يحترق الخط. مش قادرين نحصل من هالدوله، جاي تشلح سلاح حزب الله هلا وانت مش قادر تمدد صلاحيه الخط 6 أشهر. بدي اشكرك انا العميد سامي الرماح. دعت اللجنة الأهلية للمستأجرين إلى احتساب بدلات الإيجار المحددة بالدولار بالليرة اللبنانية وعلى أساس سعر صرف يعادل 1500 ليرة. كورونا العالم ورياضة بعد هذا الفاصل.
ما هو واقع التشابك بين الأزمة المالية والقطاع المصرفي؟ ولماذا الترخيص لمصارف جديدة؟ وماذا عن دور اتحاد المصارف العربية مع أزمة المصارف اللبنانية؟ نقطع السطر يفتح الملف مع أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ومداخلة للنائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعصيري والخبير الاقتصادي مروان مخايل، الخميس بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. يمكنكم طرح أسئلتكم عبر استخدام هاشتاك صحتك ببيتك من خلال عنوان صوت لبنان على تويتر @صوتلبنان. في منشات المساء ليوم الخميس، أين أصبحت التحضيرات الجارية للسادس من حزيران؟ وما هو المتوقع؟ وهل سيستذكر اللبنانيون 17 تشرين بنسخة منقحة؟ الجواب مع العميد المتقاعد خليل حلو. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم جورج شاهني. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أنه قدم للأمريكيين السمر أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، ولفت عبر تويتر إلى أن ما فعله في ثلاث سنوات ونصف السنة لهؤلاء لم يفعله جو بايدن في 43 سنة. وفي مقابلة مع تلفزيون نيوز ماكس قال ترامب أنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات التي أشعلها مقتل فلويد. وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لفت من جهته إلى أن المؤسسة العسكرية تسعى إلى حماية المواطن وممتلكاته، وقال نحن مع المسيرات السلمية على مقتل فلويد وضد أعمال التخريب. المتحدثة باسم البيت الأبيض رفضت التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات، وقالت إن العنصرية أمر مرفوض ويجب التصدي لها، مشددة على أن الدستور الأمريكي لا يمنح لأحد حق التخريب والنهب. وفي حين أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لأسوشيتد بريس أن قوات الجيش التي استخدمت إلى واشنطن ستعود إلى قواعدها، لفت المدعي العام في ولاية مينيسوتا إلى أن توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للشرطي المتهم بقتل فلويد لا تزال ممكنة. حوالي 380 ألف وفاة بكورونا وأكثر من 6,500,000 إصابة في العالم، في وقت تجاوزت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة 110,000. في أخبار الرياضة، أعلنت رابطة الدوري الإسباني خطتها لاستكمال مباراة توقفت في أيلول الماضي، ما يجعلها أطول مباراة في تاريخ كرة القدم الحديث. ووفقا لصحيفة ماركا سيعقد الشوط الثاني من مباريات رايو فاليكانو دي مدريد والباشيتي ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الأربعاء المقبل. إلى ذلك أكد نادي توتنهام الإنجليزي أن نتيجة الفحوصات التي خضع لها لاعبو الفريق للكشف عن وجود إصابات بكورونا كشفت عن حالة إيجابية وحيدة في صفوفه من دون تحديد اسم المصاب. رياضيا أيضا، جدد نادي خيمنازيا دي لا بلاتا الأرجنتيني عقد مدربه دييغو مارادونا لعام واحد حتى العام 2021. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، ولا سيما في المناطق الداخلية والجبلية، على أن تبقى من دون تعديل على الساحل. كان في النشرة 66 بريء من 66 مكرر، الثورة تعود السبت. التعديل الوزاري فكرة لم تلقى الاحتضان السياسي. البزنس الحكومي مزدهر بعد سلعات تقاسم حزبي لألفا وتاتش. مجلس وزراء من دون تعيينات ومن دون قيصر. دولار الصرافين أمس 4000 ليرة. وكان في النشرة حديث لوزير الخارجية نصيف حد. النشرة انتهت، نشكر لكم إصغاءكم.